كبير من الخبرات في مجالات تنوع كبير من الاتجاهات السياسية. فده بحد ذاته بيكون دافع المجلس يبقى عنده تأني بمناقشة واحد أو ساحة أو معمل للحوار العام في كافة القضايا. القضية اللي متبنيها صحفيا وعالميا من فترة قضية الوعي، والوعي قضية أكبر من الإعلام، وإن شاء الله نركز عليها لأن الوعي هو قضية مجتمعية ومؤسسية وتحتاج تضافر أكثر من مؤسسة. الثقافة، التعليم، التعليم العالي، الشباب، المؤسسات الدينية، وللأسف حتى الآن هذه المؤسسات كل واحد يعمل معزل عن الآخر، وإحنا محتاجين هذه المؤسسات تتكاتف لتعالج قضية الوعي. دي أخطر قضية بتواجه مصر في الوقت الحالي، لأن بدون وعي مش هنقدر نحافظ على الإمكانيات الموجودة، مش هنقدر نحافظ على استقرار البلد، وهنتعرض طول الوقت للمخاطر، خاصة إن مصر طول الوقت مستهدفة 24 ساعة إعلام مضاد وأموال طائلة تشرب مش إسقاط النظام ولكن إسقاط الدولة المصرية. المجالس النيابية بتواجه حملة شرسة من الإعلام المعادي اللي حضرتك بتتكلم عنه قبل ما تيجي. طبعا المجلس اللي فات طبيعي واجهه يعني، وأنا أعتقد إن ده دليل نجاح يعني. أي حاجة الإخوان بيواجهوها الناس تبقى عارفة إن هي حاجة ناجحة وزي ما حضرتك. موضوع الغرفتين ليس موضوع يعني بدعة ولكن موجود في معظم الدول، وخلينا نقول إن الإخوان لما كانوا موجودين كان موضوع الغرفتين ده موجود، لكن هم يعني طبعا اي حاجه بتفعلها الدوله المصريه الان هم ضدها على طول الخط. فخلونا يعني لا نلتفت لهم كثيرا، ولكن نركز على ان احنا نوعي شعبنا ونعرف التحديات الموجوده والمخاطر وكافه المشاكل اللي موجوده على الارض وازاي نقدر نحلها.